لا عائق امام المشروع الايراني اليوم فالعراق ممزق مجتمعيا وتابع سياسيا وياتمر اغلب من فيه بامر طهران عسكريا تلك هي ابعاد وتفاصيل الصوره من زاويه راسيه حين نتكلم عن العراق وكيف اصبحت الاوضاع فيه هذه الايام رؤيه تعززها مجله بزنس انسايدر الامريكيه التي نشرت تقريرا بعنوان ايران القوه العظمى الجديده في الشرق الاوسط المجله تطرقت الى المكاتب الجديده للفصائل المدعومه من ايران وقالت انها مكاتب تفرز المال والسلطه بكل ما تعنيه الكلمه واستشهدت المجلة الأمريكية لتعزيز فكرة أنها ميليشيات تابعة لإيران بصورة كبيرة لعلي خامنئي تجدها حاضرة عند أغلب قادة الميليشيات التي يزيد عددها عن أربعين ميليشيا تعمل كلها على الخطوط الموالية للقيادة الإيرانية مجله بزنس انسايدر الامريكيه اكدت في تقريرها ان العراق لا يخلو جزء منه حاليا من الوجود الايراني وان طهران تحول العراق الى كيان واحد فقط عنوانه الشيعه لا غيرهم وتقول المجلة إن التدخل الفوري الإيراني عام 2014 ضد تنظيم الدولة هو ما سمح لطهران بتعزيز حضورها في العراق إلى جانب سبب آخر وهو المتمثل بتأخر الاستجابة الأمريكية وبطء التعامل مع التهديدات التي تعرضت لها المنطقة. واعادت ايران تشكيل هياكل السلطه الاقليميه في المنطقه عموما والعراق بشكل خاص بحسب بزنس انسايدر عبر انشاء وتشكيل ميليشيات بالوكاله كهذه التي تظهر في الصوره وتدعي انها تخدم العراق في حين انها تاتمر بما تمليه عليها طهران لا سواها وختمت الصحيفة بمعلومات تؤكد تبعية شبكة ميليشيات في العراق الى ايران تضم نحو 150 الف مقاتل ما يعني انها ماضيه على قدم وساق لتشكيل المنطقه حسب هواها وساسه عراقيون ليسوا اكثر من موظفين يساعدونها على تحقيق طموحاتها في المنطقه